في مرحبا بكم في القناة تاعكم. كالعادة راح نديرو نوتخ غاتو نتاع العيد. واش يلزمنا في الغاتو هذا؟ ديجا اسمه غاتو على مورينغ، يعني نحتاجو لا مورينغ ان شاء الله. واش نحتاجو في لاباط؟ نحتاجو كاس تاع سكر غلاس، لافاني اللي تتباع في ساشيات صغار. هنا عندنا خمارة واحدة، 6 بيضات، 500 غرام تاع المانغارين، وهنا راه عندي كيلو تاع الفارينه. ولكن خواتاتي الفارينه كيما نقولوا، كيما تقول يما عينك ميزانك، يسمى كي تشد لك لاباط نتاعك هذاك هو ليسونسيال. راح نبداو الخلطه تاعنا، تبعوني. نبداو اولا بالسكر، بسم الله. سكر غلاس تاعنا لافاني، لا ليفور شيميك، والبيض. عندنا 6 بيضات. نبداو نخلطوا هاد المكونات في الاول. فوالا خواتاتي، خلطنا المكون الاول. راح نزيدو الدهان. الدهان قلت لكم عندنا 500 غرام تاع المانغارين. الدهان يكون غامولي، ما تكون ما ديروش في الفريجيدار باش ما يجيكمش قاصح. ونبداو الان غير بشويه ونديروا الفرينه باش نلموها، باسكو هذه تجينا كيما لاباط سابلي، كيما اللي درتهم لكم ديجا من قبل. نبداو غير بالعقل مع الفرينه. ما نحتاجوش الماء باش نلموها، غير الفرينه والدهان باش تجينا مقرمشة ان شاء الله. فوالا خواتاتي، كيما راكو تشوفو تبدات لتمنا، درت كامل الفارينة تاعي تاع 1 كيلو. وهكا ونبدا نلم فيها، ما نحتاج ما والو، كيما هكا نلم بلا ما نعجن، غير نلم لاباط نتاعي غير بشويه حتى تلتملي. فوالا خواتاتي، هاي ليك لاباط نتاعنا تماسكت، ما درت لها ني ما ني والو. كيما قلت لكم لي زيتاب. الو خواتاتي، واش نحتاجو؟ نحتاجو لاباط نتاعنا بيان سور، هذه غير شويه تاعها. نحتاجو الوراق، مع البيت شوما كيفاش تعيطوا له، حنا نعيطوا له الوراق. ونحتاجو هذا البوشون نتاع الدواء، هذا اللي راح نخدمو به الكاطو تاعنا. وكذلك نحتاجو لا مورينغ. لا مورينغ رانا كنت درتها، درت لا مورينغ فرونسيز. الو كيما قلت لكم خواتاتي، نقعدو نمشيو فيها غير بشويه، باسكو لاباط جايه هشيشه كيما لاباط بريزي. غير بشويه كيما قلت لكم، عاود ما نديروهاش رقيقه وما نديروهاش غليظه، باسكو الكاطويا تجي فوق الكاطويا. وراح نديرو فوقها لا ميرينغ. انا درت لا ميرينغ الفرونسيز. كيما تعرفوا لا ميرينغ فيها بزاف تاع لي روسيت، كاين لا ميرينغ فرونسيز، كاين لا ميرينغ سويس، وكاين لا ميرينغ ايطاليان. انا اللي نحبها، نحب لا ميرينغ فرونسيز ولا ميرينغ سويس، هما اللي يجوني ساهلين. اذا تحبوا نعطيكم لا روسيت نتاعها، راح نعطيكم لا روسيت كيفاش تخرج لي لا ميرينغ. الان نبدا نشكل لو غاتو تاعي دوائرات. هو يغرم هذا الغاتو، يغرم بزاف ويجي بنين خواتاتي، يجي هبل. فوالا خواتاتي، لا ميرينغ تاعي كنت خدمتها بالباتور بلوتو بالبيترا، لا ميرينغ فرونسيز. ان شاء الله راح نخدموها اونصومبل، سينو نوريكم لا ميرينغ سويس تانيك هي تنخدم بيا، وراح نوريكم كيفاش نخدم لو كاطو هذا. فوالا خواتاتي، الطريقه تاعنا ديروها في البوشيت، نكملو حتى الاخر. فوالا كيما راكو تشوفو، عمرت كامل لي غاطو، راح ندخلهم للفرن باش يطيبو. راح نديرو لا ميرينغ اونصومبل. واش يلزم لي؟ رشة ملح راني درتها، وهنا راني دايرته في حمام مائي. عندي 6 بياض البيض اللي درتو مقبل، مع درت صفار البيض وقعد لي بياض البيض، راح نديرو هنايا. وعندي 600 غرام نتاع السكر مخلط، سكر غلاس، السكر غلاس مع السكر المطحون، يعني سكر غلاس مع السكر نورمال، يعني السكر العادي. ونبدا ندرب او ميم طون تحت حمام مائي. فوالا خواتاتي، هاي ليك لا ميريك تاعنا.
كنت حطيتها تحت النار شويه بلا ما ذاب السكر، وعاود طفيت النار وكملت بالباتور. هكا خرجت لنا لا ميغ تاعنا، راح نحطها شويه في الفريجيدار تبرد، ومن بعد نديرها فوق الكادو. لا بروميير كون درت لا ميغينغ فرونسيز، ودروك درت لكم لا ميغينغ سويس. لا ميغينغ فرونسيز سهله بزاف، يعني تدربها فقط ديري تبداي تدربي بالبيض، دربي البيض في الاول، ومن بعد تقعدي ترمي عليها السكر وخلاص حتى اللي تطلع. بس هذيك لازم تصبر عليها بزاف، باغ كونطخ هادي حتى هادي فيها صبر، مي ماشي كيما الاخرى. فوالا خواتاتي الكاطو تاعنا طاب، راح الان ندير له الشيكولا. عندي الشيكولا هنا دايبه، وراح ندير له الشيكولا فوقو. تبعوني خواتاتي، فوالا كيما هكا. تحبوا ديروا الشيكولا البيضاء ولا هذيك الشيكولا اللي تجي مزوقه ولا بون؟ هادي اون بارتي هو يغرم، هادي اون بارتي راح نوريكم كيفاش راح نديكوريها. فوالا راح نكملوا لا ديكوراسيون تاعنا. الان خوتاتي واش يلزمني باش نكمل لا ديكوراسيون نتاع لي غاتو تاع لي ميرينغ تاعي؟ يلزمني لا كونفيتور باش نلصق، ويلزمني لي كاكاوات. راح نوريكم كيفاش نديكوريهم ونكملوا لا ديكوراسيون اونصومبل ان شاء الله. فوالا نخليو الشوكولا تاعنا تيبس ومن بعد نكملوا لا ديكوراسيون. الان خوتاتي راح نبداو لا ديكوراسيون نتاعنا. يلزمني كذلك دي كيسات باش نحط الغاتو تاعي. اول حاجه نديرها نحكم زوج حبات، ونستعمل لا كونفيتور تاع المشمش، باسكو انا نحب لا كونفيتور تاع المشمش، سي لا ميور بالنسبه ليا. ندير شويه هكذايا، من بعد نحسب لكم شحال جات من حبه، باسكو جاوا بزاف، انا جبت غير شويه، ونلصق مع بعضياتهم هكذا. ومن بعد هذا الكونفيتور اللي خرج لي على برا، الا عندكم بانسو تخدموا بانسو. خواتاتي انا قلت لكم نخدم بيدي، الحاسه تاع يدي نحبها، نحب هذيك الحاسه تاع يدي باسكو نحس وراني نحط يدي. فوالا كيما هكذا ندور منها، تقدني كونفيتور داكو ما قدنيش، نعاود نزيد ندور بيان باش يحكم فيه لي كاكاوات كاوكاو، وندير هكذا. فوالا كيفاش يجي، ونحطوه في الكيسات نتاعنا. راح نكمل الكاطو تاعي ونبريزونتيه لكم ان شاء الله. فوالا خواتاتي الكاطو تاعنا هاوليكم جدنا، ان شاء الله يكون عجبكم. هذه هي، هذا هو لو ريزولتا فينال تاعو، جيسبر يكون عجبكم. راح نصوره ونوريه لكم ان شاء الله، وراح نحط لا ريسيت في الانستغرام ونكتب كامل وش فيها. ما تنساوش تدخلوا على الانستغرام تاعي. تهلاو في روحكم خواتاتي، على فروشين فيديو ان شاء الله تبقوا على خير.